الثالث للبكار وزميلي مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المتابعون، ينطلق على بركة الله الشوط الخامس ضمن انطلاقات هذا المساء، وننطلق مع هذا الشوط الخاص بالبكار يندفع في هذه اللحظة وتندفع هذه الشعارات المميزة أو تعرف على المركز الأول. المركز الأول، المركز الأول إخواني المتابعين، حشيمة راشد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي على المركز الأول وعلى الصدار. المركز الثاني في هذه اللحظة تتواصل من الجانب الآخر من تحمل الرقم واحد وهذه الجزيرة، حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري مع المركز الثاني، غير إلى المركز الأول المركز الثالث. هنا بهذه اللحظة ينتقل الشعار، شعار بالأسود على المركز أو الذيبة على المركز الثاني، غيرت إلى المركز الأول فهد بن عبد المحسن بن سليمان العجمي على المركز الأول، ومن الجانب الآخر غير شعار مهير بن سالم الكتبي مع بنت صوغان اللي تحمل الرقم 11 الشعار الأصفر. والمركز الرابع شوفوا رقم 7، هذه اللي بالمركز الرابع هي النود عبد الله بن مسعود بن محمد العجمي على المركز الرابع، هذه واحدة ذعناها قبل قليل هي الجزيرة لحمد بن سعيد بن محمد الجربوعي الشعار الوردي. والمركز الخامس رقم 24 هذه حشيمة راشد بن مطر بن سعيد بن مطر الرميثي. خلاص بنختم النداء عندها، بنختم النداء عند شعار المريخي على المركز الخامس وهي حشيمة. إذا هذه الأسماء إخوان المتابعين المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط، الخمسة كيلومترات رحلة الجداع اليوم. طبعا خصص هذا السباق المحلي التاسع في هذا الأسبوع من مسافات الثلاثة كيلومترات والأربعة كيلومترات والخمسة كيلومترات اليوم في الفترة المسائية الخاصة بالجداع. غدا إن شاء الله سنتابع أيضا المسافة ستة كيلومترات مع الكبار. نتمنى التوفيق للجميع، كل اخواننا المشاركين نتمنى لهم التوفيق، كلهم نتمنى لهم الناموس، نتمنى ان يفوزون ان شاء الله. ومشاركه هذه الشعارات اخواني للمعلومه يشاركون ليستعدون لسباق سمو سيدي امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اللي سينطلق ان شاء الله في هذا الشهر في 21 من شهر فبراير. في هذا الشهر ان شاء الله سنتابع اقوى واغلى السباقات في دول مجلس التعاون الخليجي، سباق سمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث سنتابع إن شاء الله في هذا السباق مفاجآت الموسم. عودة إلى مجريات الشوط، إلى مجريات الشوط، النود اللي تحتل المركز الأول، هذه اسمها حلو، اسمها حلو النود، عبد الله بن مسعود بن محمد العجمي النود. النود قادمة من السعودية، قادمة من السعودية للمشاركة، عندها إنجازات يعرفها محمد بمريك، يقول عندها إنجازات كبيرة وقوية، هذه اللي تحتل المركز الأول. من الجانب الآخر شوف الظبي اللي منطلقة، محسن بن مبارك الوهيبي، وهذه أحد ضيفات الميدان، هذه أحد ضيفات الميدان، الظبي 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 قادمة من السلطنة. المركز الثالث هذه صبر على المركز الثالث، رشيد بن حمد بن جبرين مع المركز على المركز الثالث يضمرها ويتابعها بن هديبان بهلال. يا سلام المركز الرابع رقم 13 بشاير سعيد بن صغير اكتبي مع المركز الرابع، والمتدخلة والمنطلقة الشهنية مبارك بن سالم بن خجيم العذبة اللي تحمل الرقم 15 وتتدخل وتنطلق إلى المركز الخامس. دائرة المراكز الخمسة الأولى في موقع واحد،
في موقع واحد وفي موقع واحد. هذه ذلول العذبة، هذه قوية، ذلول العذبة هذه خطيرة. خطير، الله يبارك فيها، الله يبارك فيها الشهنية هنا. مبارك بن سالم بن خجيم العذبة مع المركز الثاني. إذا دائرة المراكز ونحن عند لوحة الكيلومتر الأخير، كيلومتر الأخير، خلاص ما يحتاج نذكر الإخوان المضمرين، ما يحتاج أقول الكيلومتر الأخير، شدوا الأحزمة، شدوا الأحزمة، احنا نحو خط النهاية ونحو الناموس. الله، النود 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 على المركز الأول، النود على المركز الأول. تحركت الشهنية على المركز الثاني، وهنا مبارك بن سالم بن خجيم العذبة والمركز الثالث من الجانب الآخر، الظبي محسن بن مبارك الوهيبي وهي خطيرة أيضا. والمركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع، هذه بشاير سعيد بن صغير الكتبي، ولكن النود 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 يعرفها محمد بن بريك، يعرفها محمد بن بريك جيدا، حط ترشيحه عليها. لكن موقف خطير، موقف خطير يا بن بريك، الموقف خطير. وهذه النود، هذه النود، شوفوا الشعار بن نديله، راشد بن هادف بن محمد بن محسن بن ديله، بن ديله على المركز الثاني. هذه مواجيب صاحبتي انجازات، صاحبتي السياره في السباق، سمو سيدي الامير الوالد، عندها سياره، عندها سياره. الله، النود 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 النود، مواجيب النود، وسلام لجودة، سلام سلام لجودة، سلام سلام، رشحها بن بريك. تهانينا والناموس لمالك النود عبد الله بن مسعود بن محمد العجمي على انتزاع النود المركز الأول. المركز الثاني مواجيب راشد بن هادف بن محمد بن محسن بن ديلة، المركز الثالث. المركز الثالث الشهنية محمد بن سالم بن أحمد الحوت العامري. المركز الرابع، المركز الرابع ظن شطيط بن خميس بن عامر بن راشد العمري. المركز الخامس، المركز الخامس، تصل الظبي محسن بن مبارك بن سبيع الوهيبي أو سبيع الوهيبي، عموما محسن بن مبارك الوهيبي مالك الظبي احتلت المركز الخامس. هذه النود سبعة، 55 ثانية، 51 جزء من الثانية، النود. تهانينا لأهالي جودة على انتزاع النود، لعبد الله بن مسعود بن محمد العجمي على انتزاع النود بالمركز الأول. تهانينا يا العجمي على هذا الفوز. والمركز الثاني مواجيب ما قصرت، مواجيب عندها سيارة في سباق سمو سيدي الأمير الوالد. سبع دقائق 55 ثانية، 77 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مواجيب راشد بن هادف بن محمد بن محسن بن نديلة، تهانينا يا بن ديلة على هذا الفوز. سبع دقائق 57 ثانية، 84 جزء من الثانية، صاحبة المركز الثالث هذه من وصلت الشهنية محمد بن سالم بن أحمد الحوت العامري. تهانينا والناموس لكل الفائزين في الشوط